السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. المصارع وفكرة المصارع إن إحنا لازم نثبت ونصارع الشيطان عشان نوصل للجنة. نسيتوا الجنة؟ جنة الرحمن اللي غرس كرامتها بيديه، واللي قال عنها: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كتير من الناس في زحمة الحياة، في ظل الحياة المادية الصعبة اللي احنا عايشينها، نسوا الجنة ونسوا نعيم الجنة ونسوا ان الدنيا كلها ما تساويش عند ربنا جناح بعوضة، وانها لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. النهاردة هنتكلم عن صراع من نوع جديد، صراع بيسلطه الشيطان علينا واحنا هنصارع وهننتصر ان شاء الله. صراع مع الذنوب. الشيطان عمال بيزين لنا كبائر وصغائر، الشيطان عمال يجرنا لحاجات ما كانش ينبغي ان احنا نتجر ليها، لكن ما دمنا اتجرينا للذنوب ومعاصي فلازم نتوب ولازم نرجع لربنا. وما فيش حد في الدنيا دي معصوم، ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند مسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. عشان كده النهاردة محتاجين ان احنا بدل ما نصر على المعصية، محتاجين النهاردة نبدأ صفحة جديدة مع ربنا ونقبل على ربنا وما نصرش على معصية ربنا. قال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهر ده إنسان مصر على المعصية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أخوي وحبيبي، آن الأوان إن احنا نفر إلى الله ونرجع لربنا سبحانه وتعالى. يعني قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا بيقول ففروا إلى الله، يلا نفر لربنا سبحانه وتعالى، ملناش غيره، لا ملجأ لنا ولا منجأ من الله إلا إليه. والفرار نوعين: فرار السعداء اللي هو إن شاء الله هيكون بتاعنا احنا، إن احنا نفر لربنا ونقرب من ربنا ونمشي ورا نبينا صلى الله عليه وسلم، وفرار الأشقياء الذين يفرون من الله سبحانه وتعالى. أليس من الخزي إن ربنا يغفر كل يوم لآلاف البشر في هذا الشهر الكريم ولا يغفر لنا؟ أليس من الخزي إن ربنا يعتق رقاب ناس كتير آلاف مؤلفة من النار ولا يعتق رقابنا؟ محتاجين إن احنا فعلا نتوب، لأن موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، ولا يدري الإنسان على أي شيء يموت، قد يموت وهو ساجد وقد يموت وهو في معصية لله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بسرعة كده ونفتح كتالوج التوبة علشان نحفز كل مسلم وكل مسلمة على انه يرجع ويتوب ويعرف انه ملوش غير ربنا سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى واسع المغفرة. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع لا محالة. تعالوا نشوف في عجالة سريعة كده 9 ثمرات من فوائد التوبة هنجنيها الليلة دي بفضل الله. أول حاجة: التوبة هي طوق النجاة. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أي بلاء بينزل علينا كأفراد أو كجماعات أو كأمة أو كبلاد مسلمين مش هيرفع إلا بتوبة. لابد أن الأمة تتوب عشان ربنا يرفع عنا الذل والعار والخزي اللي حاصل لينا في كل أراضي وبقاع المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يمكن المسلمين في هذا الشهر الكريم. الحاجة التانية: ربنا هيفرح بتوبتك، مع أن ربنا سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا، لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. سبحانه وتعالى حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان بأرض فلا. واحد كان في صحراء ومعاه الدابة بتاعته، الدابة دي كان عليها أكله وشربه وفلوسه وهدومه وملابسه، كل حاجة عليها، حياته كلها، وفجأة انفلتت الدابة، يعني فقط حياته. فاضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت، وبينما هو على تلك الحالة البئيسة وإذا به فجأة يرى الدابة واقفة عند رأسه، فأمسك بخطامه، يعني مسك الحياة،
وقام وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ الرجل من شدة الفرح. شفت فرحة الرجل ده؟ أهو المولى عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فرحته بتوبتك أشد من فرحة الرجل دوت لما لقى الدابة بتاعته تانية. شفت المثل الجميل؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل التوبة بتاعتك متحوطة بتوبتين من الله. إن ربنا يتوب عليك يلهمك بالتوبة فتوب، فلما تتوب يقبل توبتك. قال جل وعلا عن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم قبل ما يتوبوا، فلما تابوا قبل توبتهم سبحانه وتعالى الرحيم. ده ربنا من فرحته بتوبتك أمر الأرض بكل ما عليها من أشجار وأنهار وبحار وسهول ووديان إنها تتحرك كلها من أجل واحد بس تاب، الرجل اللي قتل 99 نفس وراح للعالم للعابد وقال له: هل لي من توبة؟ قال له: لا مالكش توبة. فكمل بيه 100 وقتله، فراح لواحد تاني عالم قال له: هل لي من توبة؟ قال: أجل، ولكن أخرج من هذه الأرض فإنها أرض سوء، قتلت 100 واحد ومحدش عاقبك، ده أرض مش كويسة، روح أرض كذا فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. في منتصف الطريق كان الملك الموت في انتظاره، قبض روحه، يبقى في الجنة ولا في النار؟ تنزل ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا، وملائكة العذاب يقولوا إنه لم يعمل خيرا قط. فيرسل المولى عز وجل ملكا في صورة بشر، قال: أنا أحكم ما بينكم، ألحكم، ألقيس ما بين الأرضين، فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه. فقاسوه فوجدوا أنه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية تانية أن المولى عز وجل مالك الملك وملك الملوك، الرحمن الرحيم الودود، أمر الأرض أن تتحرك، أرض التوبة تقرب وأرض المعصية تروح بعيد، فكان أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. ثمرة التالتة أن ربنا يحبك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان الملك، فلو حبك هينادي جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك ملائكة السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض. وفوق ده كله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ قال: يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا سبحانك يا ربي. رقم 4، التوبة تمحو الذنوب، ذنوبك هتتمسح. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. مجرد الندم على الذنب توبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. رقم 5، التوبة هتبدل سيئاتك حسنات بأمر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويحضرني الحديث الجميل اللي رواه المنذري بسند جيد، إن رجل كبير جدا في السن سقط حاجباه على عينيه من كبر سني، جاء إلى الحبيب المصطفى، جاء إلى نهر الرحمة وينبوع الحنان، وقال: يا محمد، كان لسه ما أسلمش، قال له: إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد. قال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. رجل استغرب، قال له: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي، أنت تعرفش أنا عملت إيه؟ أنا عملت حاجات كتيرة جدا. قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا يقول: الله أكبر، الله أكبر، والنبي يمسح على لحيته ويبتسم صلى الله عليه وآله وسلم. التوبة هتطهر قلبك بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. ينضف القلب، ما فيهوش أي أثر للمعصية بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث يعني رواه أحمد الترمذي بسند الحسن. رقم 7، التوبة سبب في الحياة الهادئة المطمئنة. قال جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يا سلام، إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. كل ده بسبب التوبة. رقم 8، التوبة سبب في سعة الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يا جماعة، يلي
ارزاقكم ضاقت عليكم، يا اللي معكش فلوس، يا اللي نفسك تخلف، يا اللي نفسك تتجوزي، استغفروا ربنا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. رقم 9، استوب سبب الفلاح في الدنيا والاخره، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اخويا وحبيبي، التوبه ما هياش للمذنبين وبس، التوبه ايضا للمؤمنين الصالحين. ازاي الكلام دوت؟ هنعرف الكلام دوت بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا حبيبي، قلت لك قبل الفاصل إن التوبة مش للمذنبين وبس، دي المؤمنين والطائعين. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون، ولا أيها المؤمنون؟ أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. دي رواية البخاري. رواية مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وده مين؟ سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم يصلي قيام الليل لحد ما تتورم قدمه. تسأله أمنا عائشة، تقول: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ مشكرش ربنا على النعمة دي؟ قد إيه إن الإنسان لما يستحضر معنى التوبة إنك راجع لربنا سبحانه وتعالى، عايزك تتذكر قول القائل، يعني سبحان الله: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إلي إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. التوبة لو ما كانش الإنسان هيتوب، أنا وإنت وإنت وكلنا نتوب، هيتحجب خير كتير قوي قوي عن الأمة. تحضرنا قصة سيدنا موسى عليه السلام لما حصل جدب وقحط في بني إسرائيل، فراحوا قالوا له: يا كريم الله، ألا تدعو الله أن يسقينا الغيث؟ قال: يلا نخرج للصحراء، يلا كلنا 70,000 طالعين مع سيدنا موسى. فأول ما وصل الصحراء بدأ سيدنا موسى يبتهل إلى ربنا ويقول له: يا رب، اللهم اسقينا الغيث وانشر علينا فضلك وإحسانك. فأوحى الله إليه: يا موسى، فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم، فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فتعجب نبي الله موسى وقال: يا ربي، كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فقال: منك النداء وعلينا البلاغ. وقف موسى عليه السلام على صخرة عليه ونادى: يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، اخرج من بين أظهرنا، فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه: يا موسى، إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، فوضع رأسه في ثوبه وبكى وقال: يا رب، عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن خرجت الآن فضحت أمام الملأ، ولئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، فها هي توبتي ألقيها بين يديك، فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب. فتعجب نبي الله موسى وقال: يا رب، أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. فقال جل وعلا: يا موسى، أسقيتكم بالذي منعتكم به، فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى: يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب. فقال جل وعلا: يا موسى، لم أكن لأفضحه وهو يعصاني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عند
عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. أخويا وحبيبي اوعى تسوف بالتوبة، كل ما الذنب بيفضل موجود، كل ما جذوره بتمتد في قلبك أكتر وأكتر، زي اللي ساب شجرة صغيرة، قالوا له الشجرة دي هتضر الأرض، قال لهم مش مشكلة هشيلها بعد شهر، وبعد شهر الرجل قوته ضعفت والشجرة قوتها زادت والجذور بتاعتها رسخت أكتر وأكتر، بعد سنة لقاها اشتدت أكتر، جه يخلعها ما قدرش، حتى لو خلعها بيخلع الشجرة من على سطح الأرض ويسيب الجذور موجودة، هتشيل الذنب لكن جذوره هتبقى موجودة. شيل الذنب بجذوره أول بأول، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومع كل الكلام اللي بقوله بقول لك اوعى تيأس من رحمة ربنا. ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعين، ما بين المشرق والمغرب، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب بالأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال جل وعلا: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات لقى امرأة من المشركات كانت في السبي، بحثت عن طفلها الرضيع فوجدته، فلما وجدته ألقبته ثديها وبكت، فنزلت دموعها على خد الطفل، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أترون تلك الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، طفلها الصغير بتحبه عمالة بتبكي عشانه. قال: فوالله لله أرحم بعباده من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع. ربنا ليه 100 رحمة، أنزل في الكون ده كله رحمة واحدة يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن ولديها عن وليدها خشية أن تؤذيها، فإذا كان يوم القيامة رفعت الرحمة إلى 100 رحمة، حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسع يوم القيامة. في حديث الشفاعة الجميل، لما الناس هيروحوا ولقوا نفسهم واقفين في أرض المحشر حفاة عراة غرلا غير مختلين، والشمس دانت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل، وفاض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى حكويه إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه العرق والجمل، وجيء بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. موقف صعب قوي، وفي ناس هتفضل واقفة 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اليوم ده على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الموقف يبقى صعب قوي. فيطلبوا الشفاعة من سيدنا آدم، فيدلهم على سيدنا نوح، وكله عمال يحول لبعض، ونفسي نفسي نفسي نفسي، لحد ما يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي ويأذن له المولى عز وجل بثمن شفاعات، نبقى نذكرهم مرة كده إن شاء الله. ثم يأذن المولى عز وجل لكل نبي بشفاعة ولكل ملك بشفاعة، خد بالك. لكن الكلمة اللي كان بيقولها الأنبياء في الوقت دوت ما عدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد لما يقول له اشفع لنا يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله.
في عز الغضب الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، المولى عز وجل يقول: ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. والحديث في البخاري ومسلم: فيقبض قبضة من النار، أي من أهل النار، فيلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة، يدخلون وقد امتحشوا، يعني صاروا فحما، فيخرجون من هذا النهر كاللؤلؤ المنضود وشهم منورة كده ما شاء الله، فيدخلون الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فإذا رآهم أهل الجنة قالوا: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. في حد بعد كل ده ممكن ييأس من رحمة ربنا؟ ييأس إزاي؟ اوعى في يوم من الأيام الشيطان يقول لك سوي في التوبة، ما تضمنش هتعيش لحد امتى، ما تضمنش انك تعيش لمدة ساعة ولا دقيقة ولا لحظة. الحق وتوب، الحق الحق وتوب وارجع لربنا سبحانه وتعالى، استغفر ربنا ويعني واسك بالعبارات، وخلي الدمعة دي تكون سبب ان انت تكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن من هؤلاء السبعة الذين يكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. ورجل ذكر الله خاليا، يعني تذكر ذنوبه كده، فذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دمعة تكون سبب ان انت تكون في ظل عرش الرحمن، دمعة تكون سبب ان انت تكون في الجنة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اوعى تيأس من رحمة ربنا، اوعى تسوف في التوبة، اوعى تنام على غير التوبة. الحق نفسك واسرع الشيطان وصارع الشيطان وقول له ان شاء الله هنتصر، عمري ما هقع في ذنب ولو وقعت هقوم وقف. كان احد السلف كان تلميذه بيقول له: اني اذنب، قال: تب، قال: ثم اعود فاذنب، قال: تب، قال: حتى متى؟ قال: حتى تيأس الشيطان منك. قال صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، إلى أن قال في المرة الرابعة: فليعمل عبدي ما شاء. ده مش تشجيع على الذنب، إنما تشجيع على التوبة اللي بعد الذنب. توب أخويا وحبيبي، ارجع لربنا، توب أختي الفاضلة، نجدد التوبة ونجدد الأمل ونفتح صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، عشان نكون المصارعين إن شاء الله اللي نتغلب على الشيطان بالضربة القاضية في الجولة دي إن شاء الله، ونقول له إن شاء الله: مش هنبات الليلة دي إلا على توبة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو قلتها بالليل لو حد فينا مات هيخش الجنة، ولو قلناها بالنهار وحد فينا مات هيخش الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا تجددوا التوبة والأوبة. اعرفوا ان الخير كله هيحصل للأمة ولينا كأفراد وكأسر وكجماعات وكدول لو الأمة تابت. زي ما قلت لك، واحد بس تاب، تاب فربنا أمر الأرض تتحرك من أجله. أمال لو كل المسلمين تابوا وقالوا: يا رب رجعنا لك يا رب مرة تانية، هيحصل إيه للأمة الإسلامية؟ ولو أن أهل الكرة آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ربنا يرزقنا وإياكم توبة نصوحا ترضيها عنا سبحانه وتعالى. أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسية، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشوارع.